مشاهدينا نتواصل معكم في هذه التغطية حول انفجار لبنان، حيث أن هناك انفجار جديد حدث في بيروت اليوم وأسقط عشرات الجرحى ودمر مباني في العاصمة ومحيطها. تفيد المصادر بأن استهدافا لمخازن أسلحة حزب الله لتصنيع الصواريخ هو ما حدث، فيما أكدت مصادر أخرى أنه مصنع يتضمن مواد شديدة الانفجار من بينها مادة السي 4. كل ذلك وسط إفادات شهود بسماع أصوات الطيران الحربي في الأجواء قبيل وقوع الانفجار. أما ما يعزز هذه الفرضية فهي أن عناصر من ميليشيا حزب الله انتشروا في مرفأ بيروت في أعقاب الانفجار وفق مصادر الحدث. دعونا نبدأ بالصور والفيديوهات لنلخص بعضا مما جرى اليوم في لبنان. مشاهدينا، إذن انفجاران هائلان وقعا اليوم في العاصمة اللبنانية، تحديدا في أحد المستودعات داخل مرفأ بيروت. دوي الانفجاران تردد في مختلف المحافظات اللبنانية وصولا إلى مناطق بعيدة. دعونا الآن نذهب إلى كلمة لرئيس الوزراء اللبناني حسن دياب ونتمنى معك. إن محنة عصيبة لا تنفع في مواجهتها إلا الوحدة الوطنية وتكاتف جميع اللبنانيين من كل الأطياف والمناطق. إنها نكبة لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار على مواجهة هذا التحدي الخطير.